طيب نركز بقى في اللقطة اللي جاية دي اللي هو نمرة 6. هنتكلم على endocrinopathy. ايه بقى؟ يعني هنقول ان في حاجة في الاندوكراين ديزيزز ممكن تزود لنا البيجمنتيشن. خلينا ناخد القصة من اولها. اللي احنا شايفينه ده البرين، وفي تحت البرين كده جزء بنسميه الهايبوثالامس. هايبوثالامس ده بيبعت للبيتويتري علشان يصحصحها كده حاجة اسمها كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون. تقوم الانتيريور بيتويتري تستجيب بانها تطلع حاجة اسمها ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، تبعته للادرينال جلاند عشان تطلع كورتيزول. تاني، انا دلوقتي الادرينال جلاند عايزين نطلع كورتيزول، هما الهايبوثالامس حست ان البلود ما فيهوش كورتيزول كفاية، فتعمل ايه؟ فراحت بعتت للبيتويتري تقول لها نادي للادرينال خليها تطلع هتطلع كورتيزول. تقوم البيتويتري مطلع هرمون اسمه ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون، يروح للادرينال جلاند تطلع كورتيزول. الكورتيزول يطلع في الدم يعمل شغله، نسبته تبقى كفاية، خلاص احنا مش عايزين اكتر من كده، بيبعت نيجاتيف فيدباك للهايبوثالامس، خلاص احنا اكتفينا بهذا القدر، ما تطلع ليش اكتر من كده، مش عايزة كورتيزول كفاية. توقف السي ار اتش، وبالتالي الانتيريور بيتويتري توقف الاي سي تي اتش، وخلاص نسبة الكورتيزول كده اكتفينا بيها. لحد هنا الدنيا حلوة. طيب الكورتيزول بقى وظيفته ايه في الجسم؟ الكورتيزول اهم وظائفه ان هو بيزود البلود بريشر وبيزود البلود جلوكوز ليفل، تمام؟ يعني بيعمل هايبر جلايسيميا وهايبر تنشن، بيزود البلود جلوكوز وبيزود البلود بريشر، تمام. طيب ايه بقى علاقة كل اللي احنا بنحكيه ده بالبيجمنتيشن اللي احنا جايين اصلا نتكلم عليها؟ لا، هو للاسف الاي سي تي اتش ده لو دايركت ستيمولاتوري اكشن على الميلانوسايتس. يعني نفهم من كده ان الاي سي تي اتش لو زاد البيشنت هيشتكي من بيجمنتيشن، تمام؟ احنا اتفقنا ان الكورتيزول بيزود البلود بريشر والبلود جلوكوز، واتفقنا كده ان الاي سي تي اتش لو زاد اكتر من الطبيعي هيعمل بيجمنتيشن. طيب ادينا فهمنا ايه اللي جابنا تحت العنوان ده. طيب خلينا نفهم بقى ايه اللي في الدنيا ممكن يزود الاي سي تي اتش. طيب خلينا نمشي واحدة واحدة. لو فرضنا ان ال anterior pituitary اتجننت وبقت بتطلع ACTH كتير، يعني هي مش بتطلع حسب ما الهايبوثالامس بتقول لها، لا ده هي شغالة عمالة على بطال. طيب فانت ال ACTH level بتاعك في البلود بقى عالي جدا، البيشنت ده هيحصل فيه ايه؟ هيحصل ان الادرينال هتستجيب دايما للنداءات. ال anterior pituitary بتبعت لها تقول لها طلعي، فهتقول لها حاضر وتطلع كورتيزول. فطول ما الانتيريور بيتويتري بتطلع اي سي تي اتش، طول ما الادرينال هتطلع كورتيزول كتير، وبالتالي البيشنت ده هيبقى عنده اي سي تي اتش عالي وكورتيزول عالي. الديزيز ده على بعضه بنسميه سيكندري كوشنج. يعني ايه سيكندري كوشنج ديزيز؟ ليه بنقول عليه سيكندري؟ سيكندري علشان الادرينال مش بتطلع كورتيزول من نفسها، ده هي بتطلع زياده في الكورتيزول سيكندري تو ا بروبلم ان ذا بيتويتري جلاند، تمام؟ يبقى هي بتطلع كورتيزول كتير نتيجة عيا في حتة تانية، يعني مش هي اللي عيانة وبالتالي بتطلع كورتيزول كتير، لا ده البيتويتري هي اللي عيانة وعشان كده عمالة تطلع كتير قوي، تمام؟ فده هنسميه سيكندري كوشنج. في حالة السيكندري كوشنج هي البيشنت هيبقى عنده زيادة في ايه؟ زيادة في الاي سي تي اتش، وده هيترجم لينا كلينيكالي كايه؟ كزيادة في البيجمنتيشن، وفي نفس الوقت هيبقى عنده زيادة في الكورتيزول ليفل، وده هيترجم كلينيكالي لهايبر تنشن وهايبر جلايسيم. لحد هنا الكلام منطقي ان شاء الله. طيب خلينا نشوف ديزيز تاني ممكن يحصل في الادرينال. ايه اللي هيحصل لو فرضنا ان الادرينال جلاند بقت مش عارفة تنتج كورتيزول خالص؟ الهايبوثالامس هتحس ان البلود ما فيهوش كورتيزول، فتعمل ايه؟ تبعت سي ار اتش للبيتويتري، فالبيتويتري تقوم مطلعه اي سي تي اتش زياده، تنادي للادرينال طلعي ادرينال كورتيزول. الادرينال مش عارفه اصلا تطلع كورتيزول، هي عيانه ومش عارفه تنتج كورتيزول، فيحصل ايه؟ ما يحصلش حاجه. تيجي الهايبوثالامس تحس انه كلامها ما تسمعش، تقوم مطلعه سي ار اتش زياده، تنادي للاي سي تي اتش للبيتويتري يطلع اي سي تي اتش زياده، وهكذا. يفضلوا ينادوا على الادرينال والادرينال مش عارفه تطلع كتير، مش عارفه تطلع خالص زياده في الكورتيزول. في الحاله دي الديزيز ده هنسميه ايه؟ هنسميه اديسونز ديزيز. ايه اللي هيكون حاصل دلوقتي؟ اللي هيكون حاصل انه الاي سي تي اتش هيبقى عالي والكورتيزول قليل،
تمام. يبقى الاي سي تي اتش البيتويتري عماله تنادي على الادرينال تطلعي كورتيزول وهي حرام مش عارفه، فهي بالتالي الاي سي تي اتش بقى عالي قوي والكورتيزول قليل. البيشنت ده كلينيكالي هنترجم الكلام ده ازاي؟ الاي سي تي اتش العالي هيبقى هنترجمه لبيجمنتيشن، والكورتيزول القليل هنترجمه لهايبوغلايسيميا وهايبوتنشن. طيب دي فكره عامه عبيطه قوي عن مشاكل الادرينال جلاند اللي ممكن تقلب معانا بيجمنتيشن. يبقى البيجمنتيشن مش بيبقى نتيجه الكورتيزول، البيجمنتيشن بيبقى نتيجه الاي سي تي اتش. تمام. طيب هنشوفه كلينيكالي ازاي بقى البيجمنتيشن ده. مفيش حاجه معلومه يعني عنيفه هنقولها، هو اللي بيحصل انه بيحصل بيجمنتيشن انترا اند اكسترا اورال. اكسترا اورال هيبقى ديفيوز فهيبقى في برونزنج في السكن، وانترا اورال برده هيبقى مالتي فوكال بيجمنتيشن في كل حته في الاورال كافيتي. مفيش معلومه يعني محتاجه مذاكره ودح في النقطه دي. طيب الحل ايه؟ الحل والله ان احنا نعالج مشكله الاندوكراين دي تقوم البيجمنتيشن هي كمان تروح. طيب طيب احنا كنا فين؟ احنا قسمنا البيجمنتيشن لعنوانين كبار، ميلانوتك ونون ميلانوتك. والميلانوتك قسمناها عنوانين اصغر منها حسب الكلينيكال بيكتشر، يا اما مالتي فوكل يا فوكل. والمالتي فوكل او الديفيوز حطينا تحتيها لحد دلوقتي 6 عناوين، فيسيولوجيك بيجمنتيشن وسموكرز ميلانوزز ودراج انديوس، وبعدين خدنا السيندرومز اللي بتعمل الكافيه اولي بيجمنتيشن، وبعدين اتكلمنا على اللايكن واللايكنويد اللي بيعملوا post inflammatory pigmentation، وبعدين اتكلمنا على الاندوكراينوباثي اللي هي مشاكل الاي سي تي اتش اللي هتعمل لنا pigmentation.